يعني مستنفرة يعني هذا البرنامج استعبدني لمدة سنوات طويلة بس أخذ مني جهد كبير جدا جدا. فالإعلاميين حاليا اللي هم عايزين يعتمدوا على إنه فكرة مختلفة غريبة شاذة إلى يعني بتبقى شمعة تنتفي بصراحة. فيعني أنا دايما بقول إنه الإعلام عايز جهد وعايز يعني جهد ثقافي وجهد حتى لغوي حتى اجتماعي حتى سياسي إلى آخره. وربنا يوفق الجميع وشكرا جزيلا لكم.